في هذا الفيديو سأشارك معك يا صديقي المشاهد التمارين التي جعلت عضلات ظهري تصبح أكبر وأضخم من هذا الشكل إلى هذا الشكل، والفرق واضح بين هذه الصور. إذا تلاحظ في هذه الصورة عضلات ظهري كانت ضعيفة وصغيرة، عكس إذا تلاحظ معي في الصورة الثانية يوجد تطور في عضلات ظهري، صارت أضخم وأعرض. وطبعا هذا التطور بالتمارين المنزلية فقط، يعني بدون آلات رياضية أو النادي. المهم الأصدقاء، بالنسبة لأي شخص يشاهد هذا الفيديو لأول مرة، أنا قررت أشارك معاكم برنامج تدريبي الذي غير جسمي أنا في المنزل بهذا الترتيب الذي تشاهدوه في هذا الجدول. كل حصة من هذا الجدول أنا مخصص لها حلقة كاملة، وفي كل حصة أشارك معاك طريقة تسخين قبل التمرين لتجنب الإصابات، وأيضا أريك الطريقة الصحيحة لأداء كل تمرين وتجنب الأخطاء في التمارين لتستفيد من التمرين بشكل كامل. المهم، هذا الفيديو عبارة عن الحصة الثانية من الجدول واللي هي العضلات الظهر، فباقي كل الحصص الثانية الأصدقاء راح تلقاو روابطها تحت في الوصف. ما حبيتش نطول المقدمة عليكم والأصدقاء بشكل كبير، لهذا نتوكل على الله. Let's go. كما خبرتكم من قبل الأصدقاء، أول حاجة نبدأ بها قبل لا نبدأ أي تمرين واللي هي عملية التسخين. ضروري من تسخين العضلات وحتى المفاصل حتى نتجنب التعرض للإصابات ويكون أداءنا في التمرين أحسن. وهذه بعض الحركات اللي أعملها أنا قبل بداية التمرين، حاولوا تعملوها، وممكن تعمل في كل حركة 20 تكرارة أو 30 ثانية إذا حبيت. كانت هذه كل الحركات التسخين اللي راح نحتاجه قبل لا نبدأ بأي تمرين، وبعدها ننتقل لأداء التمارين. والتمارين اللي راح نأديها هي تمارين العقلة، لأنه تمارين العقلة من أقوى التمارين لعضلات الظهر في المنزل، يعني ما يحتاج لا أدوات ولا أي شيء، فقط بوزن جسمك يمكن لك تتمرن. وراح تكون تمارين للأشخاص العاديين اللي عندهم القدرة على أداء تمرين العقلة، وتمارين أخرى للأشخاص المبتدئين اللي ما عندهمش القدرة على أداء تمرين العقلة. فنبدأ بالأشخاص اللي عندهم القدرة على أداء تمرين العقلة. أول حاجة نبدأ بها أنكم تتجنبوا هاد جوج أخطاء في التمرين. وحاولوا تلعبوا بهذه الطريقة الصحيحة، تصعدوا ببطء وتنزلوا ببطء، ما تحاولوش تلعبوا التمرين بطريقة سريعة. أما بالنسبة للأشخاص المبتدئين، فممكن يستخدموا الحبل المطاطي حتى يساعدهم على أداء تمرين العقلة، أو ممكن يتمرنوا حتى تمرين العقلة الأسترالية. فأنا ما عنديش هاد الباردي بس حتى ألعب هاد العقلة الأسترالية، ولكن حاولت أصنع عقلة بسيطة في السطح حتى أقدر أصور للأشخاص المبتدئين. وربطت هاد الخشبة بهاد جوج أحبال وحاولت أثبتهم على الخشبة، وكانت هذه هي النتيجة. أول تمرين واللي هو البول أب الواسع بهذه الطريقة كما تشوفوا، وتحاولوا تلعبوا التمرين ببطء كما خبرتكم من قبل، وحاولوا تتجنبوا الأخطاء اللي ذكرنا من قبل، والمجموعات والعدات راح أخليهم لكم على الشاشة. بالنسبة للتمرين رقم 2 هو البول أب العادي، يديك على مستوى أكتافك وتلعب التمرين بهذه الطريقة، ونفس الشي حاولوا تتجنبوا الأخطاء اللي ذكرنا من قبل. وبالنسبة للمجموعات والعدات راح نخليهم لكم على الشاشة. بالنسبة للتمرين رقم 3 هو البول أب بالقبضة الضيقة، وحاولت ألعبه على هذه الديبس ولكن انكسرت بي لأن العمود متحملش وزني، وعملت واحدة ثانية. المهم، حاولوا تلعبوا التمرين بهذه الطريقة وحاولوا تتجنبوا الأخطاء اللي ذكرنا من قبل. بالنسبة للتمرين رقم 4 واللي هو الشينابي، القبضة تكون على مستوى أكتافك وتحاول تلعب التمرين ببطء. هذا التمرين يستهدف عضلة البيسبس بشكل كبير.
التمرين رقم 5 واللي هو الشيناب بالقبضة الضيقة. تحاولوا تلعبوا التمرين ببطء كما قلنا من قبل، جميع التمارين تحاولوا تلعبوهم ببطء حتى تستفدوا من التمارين بشكل أحسن.